ولنقاش ملف الانتخابات الأمريكية قبيل الإعلان الرسمي عن النتائج الأخيرة والإعلان عن اسم الرئيس 46 للولايات المتحدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن العضو في مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور أمين محمود. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم مشاهدينا. دكتور، نبدأ معك من تغريدة ترامب الذي تحدث عن إخفاء 500,000 صوت في بنسلفانيا وميشيغان. كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح واتهامات وحديث أيضا عن الذهاب إلى المحكمة العليا؟ غير مسؤول بالذات من رئيس الجمهورية هنا، لانه هو عارف ان هو قاموا بمقاضاه بنسلفانيا في الفتره الاخيره قبل الانتخابات، والسبريم كورت اللي هو القضاء الاعلى وافق على استلام اللي هو بطاقات التصويت لمده 3 ايام بعد الانتخاب، بعد يوم الانتخاب، بحيث انها تبقى مختومه بختم اللي هو يوم الانتخاب. يعني ما تبقاش مختومه بختم بعد يوم الانتخاب اللي هو زي النهارده، لكن اللي مختومه لغايه يوم 3 اللي هو امس، فكله اللي هيوصل لغايه يوم الجمعه ده مصرح بيه، وده جه من المحكمه العليا، ولان ترامب نفسه كان عمل مساهمه في انه يرفض الموضوع ده، ولكن المحكمه العليا قررت في كده، فهو ما عندوش اي وسيله للخروج او للذهاب للمحكمه العليا الا لو عنده اثبات باي اشياء غير عاديه حصلت، والى الان لم يحدث اي مخالفات في اي مكان في الانتخابات نهائي، لم تعلن ولم يحتج احد في امس او الى اليوم يعني باي مخالفات حصلت. هو تذرع بان في بعض ناس كانوا رايحين يراقبوا ومنعوهم من الدخول، ولكن في داخل صاله عد الاصوات قالوا ان موجودين ما يكفي من المراقبين عن الحزب بتاع ترامب وموجودين، واي مخالفه او اي شيء في سؤال فيها كلهم بيتجهوا لهذا المكان للرد على اي سؤال، اذا كان في اي واحد من اللي بيفرزوا الاصوات مش فاهمه او مش عارفه او في مشكله خلالها يعني. نعم. فما فيش اي شيء يدعو للحاجات اللي بيقولها ترامب. ترامب دي طريقته من يوم ما جه الحكم، وهو دايما بيشعل الامور بحيث ان يخلي مشجعينه منتظرين اذا حصل اي شيء فممكن تحصل مخالفات او تهجمات على بعض افراد. والحقيقه الامور مشيت بشكل ودي امس الا بعد حوادث بسيطه جدا من اعتداءات، لكن غير مهمه يعني او غير مرتفعه. دكتور، إلى أي مدى تؤثر مثل هذه التغريدات على القواعد الشعبية للمرشحين سواء الجمهوري أو الديمقراطي، وتشكيك في نتائج الانتخابات التي يفترض أن تسير بشكل ديمقراطي ونزيه؟ الحقيقة طبعا تصريحات زي كده الحقيقة غير مسؤولة، بتعمل شك عن كلا الأطراف يعني جميع الأطراف، لان كل طرف بيشعر ان في شيء مش مظبوط، وبالذات اللي هم مؤيدين لترامب بيصدقوا اي شيء هو يقوله، اي شيء يقوله ان شاء الله يكون شيء هو خلقه، وهو بيخلق مشاكل كثيره ويتكلم في امور لم تحدث، فالناخبين بتوعه من الكلام معاهم بتلاقيه بيكرروا نفس الكلمات اللي هو بيقولها علنا في اجتماعاته المباشرة أو في التويتات اللي هو بيعملها، بحيث أن هم بيصدقوا كل شيء هو بيقوله. وطبعا هو بيعتبر أن الميديا كلها أو وسائل الإعلام كلها بتكذب لصالح الديمقراطيين، وبالتالي مشجعينه بيوافقوا على كلامه، فده بيخلق عندهم حالة من الفزع أن ممكن فعلا يكون بيتسرق الانتخابات، لكن ده عمرها ما تحصل. لدرجة أن بعض الناس من حزب المحافظين يعني قالوا لترامب ان ده كلام مش مظبوط، لان الشيء اللي بيتم دلوقتي هو عد الاصوات فقط، وعد الاصوات لابد انه يتم،
هو اعلن امبارح، ويعني لو تلاقي تصريحاته يقول وقفوا العد امبارح في منتصف الليل لما طلع الساعه 2 صباحا بتوقيت امريكا اعتقد، فقال اوقفوا العد في بعض الولايات اللي بدا فيها يظهر ان بايدن يحصل على اغلبيه، وفي نفس الوقت قال عايزين استمرار في العد في اريزونا ونيفادا اللي هم ما زالوا كانوا لم يعلن نتائجهم الى الان، وهو كان عنده فرصه لان هو كان خايف انه لان الاثنين دول راحوا ليه المره اللي فاتت، فهو خايف ان يخسرهم لان خسارتهم معناها برضه خساره كامله ليه في الانتخابات. فهو يعني بيتكلم بوجهين، وجه يقول عدوا هنا وما تعدوش هنا، فده كلام ما ينفعش. هو الموضوع الانتخابات بينتهي بعد عد الاصوات، هو بيحتاج وعايز يعمل اعاده للتصويت في اي ولايه من حقه لو مشى مع قوانين الولايه. فمثلا في ولايه ويسكونسن القانون بيقول اذا كان الفارق 1% ما بين الناخبين ايا كان مين الناخبين، اذا كانوا للكونجرس او للرئيس وكده، ففي الحاله دي في حاله الرئاسه فاحنا عندنا فرق 1% فعلا، فاذا كان اقل من 1% فمن حق اللي هو مرشح نفسه انه يطلب اعاده الفرز وبالتالي لازم يدفع كمان هذه المصاريف. فهو بدا يرفع اموال حاليا لاعاده الفرز، ودوت لن يتم مباشره ولكن ممكن ياخد 10 ايام او 14 يوم لما يصرحوا بهذا، وبعدين ممكن يكون مش محتاجينه، وده هيظهر في النتائج اللي هتظهر النهارده اذا كانت ميشيغان فعلا هيكسبها بايدن اعتقد، ولو كسب اريزونا ونيفادا اعتقد الموضوع ينتهي بذلك لان هم اعلنوا ان ويسكونسن في صف بايدن حاليا. لو نتحدث معك دكتور ايضا عن عنصر المفاجأة في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة الامريكية، نتحدث عن تلك الولايات المتأرجحة التي تحدث فارق كبنسلفانيا التي تتجه نحو الحزب الديمقراطي وتقدم فيها الجمهوريون، أريزونا الجمهورية التي ذهبت للديمقراطيين، ما هذه المفاجآت التي نشهدها في هذه الساعات الأخيرة للفرز؟ إلى الآن الحقيقة ما فيش مفاجآت، هو في مفاجآت اللي هي الولايات اللي خسرها ترامب فقط اللي هم إذا تم يعني استمرت في جهة بايدن اللي هو نيفادا وأريزونا، لكن بقية الولايات اللي هو كسبها قبل كده بيكسبها. الولايات المتأرجحة زي ما قلنا هم دول اللي خسرتهم هيلاري كلينتون المرة اللي فاتت في سنة 16، فبايدن يعني المفروض دول بيتجهوا للديمقراطيين أكتر في الغالب، فبايدن الحقيقة عمل مجهود كبير. المشكلة السنة دي هي في أن التصويت عن طريق البريد عدده كبير جدا، وعملية الفرز بتاخد وقت طويل، وبعض ولاية كل ولاية لها قوانينها الحقيقة للأسف، إن بعض ولايات زي بنسلفانيا ما كانش عندهم تصريح، والكونجرس الداخلي لبنسلفانيا اللي بتاع بنسلفانيا رفض إن هم يبدأوا العد من يوم وصول هذه الخطابات اللي جاية عن طريق البريد أو عن طريق الناس اللي بتضعها في صناديق خاصة للانتخابات، فبدأوا العد من أمس فقط، فده بتاخد وقت أطول في العد عن بقية الناس اللي هي بتصوت في نفس اليوم، لأن بيحتاجوا إخراج الخطاب وفرده وبعدين إدخاله في الماكينات اللي هي بتعد التصويت وخلافه، فمجهودها بتاخد أطول. في بعض ولايات سمحت بالعد المبكر قبل يوم الانتخابات أدام وصلت وموجودين المراقبين وكل شيء، فبدأوا العد ففعلا نتائجهم خرجت مبكر، لكن إلى الآن مفيش أي مفاجأة تمت إلا فقط في نيفادا وأريزونا، الباقي كله راح لكل جهة، يعني الديمقراطيين أو الديمقراطيين، إلا طبعا ويسكونسن زي ما احنا شايفين كان كسبها ترامب المرة اللي فاتت، ميتشيغان لو خدها برضو بايدن، او بنسلفانيا احتمال كبير ان ياخدها بايدن بالرغم ان ترامب متقدم حاليا، لان عدد كبير من الخطابات اللي وصلت التصويت عن طريق البريد بدا الفرز فيها النهارده، وهياخد اليوم وغدا حتى يوم الجمعه
وهم ينتظروا ان يعلنوا النتائج غدا في نهايه اليوم او يوم الجمعه بالنسبه لولايه بنسلفانيا. شكرا جزيلا لك دكتور امين محمود، عضو مركز العلاقات المصريه الامريكيه، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.